السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعين قناة نونا شانيل الراسي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. تابعوا معايا فيديو اليوم وديروا ابوني وديروا لايك وفعلوا الجرس. حبابي حباباتي، كديري لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. عواشركم باركة مسعودة. اليوم الوصفة اليوم غادي نقدموا واحد طاجين، غادي نديروا فيه الفرخ، طاجين بالفرخ وبالخضرة وبالزيتون الحمر، وغادي نعمرو السرديل، غادي نقليه، وغادي نديرو الراية مقلية والصول مقلي والميرنا مقلية. وهذا الفرخ ديالنا غادي نحتاجو طماطم سوريزا، وغادي نحتاجو الفلفلة حمراء والفلفلة خضراء والليمون حامض، وغادي نحتاجو خيزو قطع دويورات كتشوفو، وبطاطا مقطعة دويورات. وهنايا راني طحنت الثومة وبصلة خضرية وبوارو وكذا. وعندنا في العطرية عندنا زيت الزيتون اللي مكيخطاش المائدة ديالنا، عندنا عطرية ديال الحوت، عندنا هنايا الليبزار، عندنا الزنجبيل سكنجبير، عندنا فلفلة حمراء تحميرة، عندنا الخرقوم والزيتون حمر، وعندنا هنا السرديل بعد ما نقيناه وغسلناه مزيان نفرشناه هكا باش غادي نعمروه. وانتم تابعوا معايا العمارة ديال شنو الجديد في هذه العمارة، اللي هو الكوارو والبصلة الخضارية باش نعمروا السرديل، وباش غادي نضيفوا واحد الإضافة في الطاجين. وتبعوا معايا راه كيجي جديد وكيجي بزاف، تبعوا معايا المراحل وتبعوا معايا المقادير على بركه الله. انتما كتشوفوا على بركه الله غادي نضيفوا زيت الزيتون، غادي نضيفوا القامه ديال الحوت كتشوفوا جوج معالق، كنضيفوا الابزار الفلفل الاسود معلقه، كنضيفوا الراس ديال معلقه ديال الزنجبيل، كنضيفو تحميرة جوج معالق تاع التحميرة، كنضيفو معلقة ديال الخرقوم، كنضيفو معلقة ديال الملح، ثم معلقة عامرة ديال الملح، وكنضيفو هاد الإضافة اللي درت أنا. عندنا البصلة الخضرية وعندنا بوارو والثومة طحنتهم مع بعضياتهم، غادي ندير ثلاثة معالقات كتشوفو صافي، وكنخلط الجميع. كتشوفو معايا لاصوص، ونعصر الليمون عندي تقريبا معالق كبار ديال الليمون،
كتشوفوا راه ترقد، خليته تقريبا 10 دقائق ترقد ليا، كنسته بهذه الطريقه فوق الخضره. هاد لاصوص اللي قالنا كنديرو من الفوق، هانتوما كيف كتشوفو بعد ما صفنا الفول ديالنا في الطاجين كنضيفو السوريزا، طماطم السوريزا نضيفوها كيف كتشوفو جواني بحال هكا بهاد الطريقة. كيفوا في الجواني سوريزا كتكون حلوة وغزالة وكتعطي واحد الطعم غزال في الطاجين وفي المرقة عموما، يعني كتجي معلكة كتعلق في الوجنات كتطلق الماء ديالها، هي زوينه كنفضلها على الكبيره وفيها منظر بزاف، منظرها زوين انتما كتشوفوا. نفس كميه مهمه ديال السوريزه معايا. الان كنضيف الزيتون الاحمر ديالي، انتما الزيتون الاحمر ثم نضيف الفلفله اللي خلينا كنديرها الفوق ثم بهذه الطريقه. ثم كتشوفوا معايا لما انتهينا من الفلفلة ديالنا كنضيف شرائح الليمون ثم نضيفو الفلفلة مزيودات، نستعملو الفلفلة مزيودات بهاد الطريقة. هانتوما كيف كتشوفو الطاجين ديالنا كمل، غادي نحطيه ونردوه يطيب ونتلاقاو بعد ما يطيب الطاجين ديالنا. هانتوما كيف كتشوفو طاجين الفرخة هو واجد، نتلاقاو ان شاء الله بعد ما يطيب وخليكم معايا. هانتوما كيف كتشوفو حبابي بعد ما وجدنا الطاجين ديالنا ديال الفرخ، درنا الاضافات ديالنا، درنا الخضار، درنا الطماطم، درنا الزيتون الاحمر، درنا الليمون والفلفلة، كنضيفو اخر حاجة كنضيفو زيت الزيتون من الفوق، هاد الزويته هي اللي طيب لينا الطاجين. هانتوما كيف كتشوفو ضروري زيت الزيتون، وكنديروه راه اللي يطيب ونتلاقاو ان شاء الله بعد ما يطيب الطواجين ديالنا.
ها نتوما كيفاش شوفوا احبابي، انا الحوت ديالي انا جبت ليه الشرموله ديالو وعمرنا السرديل بالبصله والخضاريه والبوارو والثومه والريقامه ديال الحوت والبزار وشويه الكمون وشويه التحميره وزيت الزيتون وعصيره ديال الليمون. ها نتوما الطاجين ديالنا حنا دابا على بركه الله كلشي غادي نطيبو ونتلاقاو الشكل النهائي. ودوزوا معايا غادي تشوفوا واحد الخبيزات ديال القمح غادي نصاوبوهم مع بعضياتنا، خليكم معايا. الان احبابي كما كتشوفوا معايا انا غادي نعجن الخبيزات ديالي، خبيزات ديال القمح ديال الدار كيجيو هشاش ولذاذ. وشوفوا واش محتاج فيهم، كندير نص كيلو ديال الدقيق ديال القمح بنخالته، كندير ربعة ونص ديال الفورص بعد ما غربلته مزيان عفوا، كندير تقريبا شويه الحرش باش كنقرص الخبيزات ديالي، كندير معلقه كبيره ديال الخميره، كندير معلقه صغيره ديال ما تكونش عامره ديال الملحه، كندير تقريبا نص كاس ديال الزيت، وكندير نص معلقه ديال السنيده باش كتحمر ليا الخبيز وكيجي شويه محمر. وانتوما خليكم معايا نبداو على بركه الله. هما كنعجنو الخبيزة ديالنا غادي نخليهم يتخمروا واحد شويه واحد 5 دقائق بحال هكا، ومن بعد نقرصوهم ونخمروا مزيان وغادي نطيبوهم. دابا كما كتشوفوا احبابي خلينا الخبيزات كيخمروا، ودابا غادي نبداو نقليو السمك ديالنا. غادي نبداو السمك الابيض هو الاول، وعاد السردين نخليو اخر شيء اخر حاجه. بسم الله مسكنا الزيت ديالنا، ما زودنا زودنا السمك ديالنا كتير. صافي نكملو نقليو السمك ديالنا بالكامل ونرجعو الخبيزات ديالنا نشوفوهم. هانتوما حبابي كما كتشوفو الخبيزات ديالي وجدو، راه كيجيو رطيبين. هانتوما يلا خرجتو من الفران وراه باقي سخون، هذا السمك ديالي كليتو. هانتوما كيف كتشوفو